يستاهلها والله والله يستاهلها. يا عم السؤال اللي بعد كده يا عم من الزين. يلا يا عم ورانا شغل. من هيطلع تاني؟ طلع تعالى من الشجاع. عايز الشاب تعالى. بسم الله. سؤال صعب على فكره. لا سؤال سهل بس انت هتقول. بصوا بقى. اسمع يا انا هقول كوتيشن بس مش المقصود من اللي قاله. في كلمه كده لا مش غلط عايزينها نقعد على مين؟ انتوا فهمتوا الاسئله ما شاء الله. هقول لكم كوتيشن الاول وبعد كده هقول لكم الكلمه. I don't think he will enjoy it very much because he probably wishes he were the key. هقول لك تاني. I don't think very much because he probably wishes he were the king. لا ما مش هيبقى مش هي اصلا. What does the word mean to refer to? Coronation. يلا. عايز تديها ولا ايه؟ عايز تديها بس؟ والله يعينك عليك.